تعرف على 7 فئات محرومة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة، 3% والتقسيط على 30 سنة. أهلا بكم، أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. التفاصيل: يعتزم البنك المركزي الإعلان عن تفاصيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة ذات العائد 3% على أساس متناقص خلال الأيام المقبلة، لتبدأ البنوك تنفيذها وتتلقى الطلبات التمويلية بعد الانتهاء من الاتفاق على بنودها مع جميع الجهات المختلفة المشاركة فيها. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية البنك المركزي في شهر مارس الماضي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسط الدخل لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفايدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. ظهرت بعض الملامح المبدئية في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، من بينهم: لا يتجاوز قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية للأعزب في شريحة متوسط الدخل 1,100,000 جنيه، أما المتزوج من متوسط الدخل يتراوح الحد الأقصى من 1,100,000 ل1,400,000. بحسب مصادر مصرفية تحدثت سابقا مع موقع مصراوي، قالت المصادر إن قيمة الوحدة السكنية لشريحة محدود الدخل ستترك لصندوق التمويل العقاري ليحسبها، وتوجد بعض الفئات من الأفراد العاديين لا يحق لهم الحصول على تمويلات مدعمة الفائدة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة كما يتم إيضاحه في هذا الفيديو. الفئة الأولى: حصول أي عميل على تمويلات من مبادرة سابقة. منعت المبادرة الأشخاص الذين حصلوا على دعم تمويلي في مبادرات سابقة للتمويل العقاري. الحاجة الثانية: أحد الزوجين الذي حصل على وحدة في مبادرة سابقة. كما امتدت حظر المبادرة للأفراد الذين حصلوا على تمويلات مدعمة سابقة إلى منع مشاركة بعض الأسر الذين حصل فيهم أحد الزوجين على وحدة سكنية سابقة. رقم 3: العملاء المتعسرين. لا يحق للعملاء المتعسرين المسجلين في أي سكور كعميل متعسر الحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري. رقم 4: استنفاذ العميل الحد الأقصى الانتمائي. حدد البنك المركزي أقساط قروض العميل ما تتجاوز 50% من إجمالي دخله الشهري، ولا يحق له الحصول على قرض بأقساط فوق ذلك الحد. رقم 5: أقل من سن الرشد. تتيح المبادرة أمام الأفراد من سن 21 سنة، وفي حال أقل من ذلك السن لم يتم الموافقة على القرض باعتباره لم يبلغ سن الرشد. رقم 6: تجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل بالمبادرة. عرفت مبادرة التمويل العقاري محدود ومتوسط الدخل والمستفيدين بالمبادرة حسب الحد الأقصى للدخل الشهري، وفي حال تجاوز هذا الحد لا يكون من هذا الشريحتين ولا تنطبق عليه المبادرة. رقم 7: الأجانب المقيمين في مصر. اقتصرت المبادرة على المصريين فقط للاستفادة منها كونها مدعمة الفائدة، ولا يستطيع أي أجنبي من أصحاب الجنسيات الأخرى والمقيمين في مصر الاستفادة من المبادرة، ولكن هناك برامج أخرى يستطيع الاستفادة منها حسب حالته وسياسة كل بنك. Thank you.
إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع، من فضلك قم بالاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا على المشاهدة. الرجاء دعم المقطع بلايك حتى يصلك كل جديد. إلى اللقاء في فيديو آخر.